هذه الوقفه ديالنا كتجي احتجاجا على مشروع القانون 83-21 القاضي بانشاء الشركات الجهويه المتعدده الخدمات. هذا المشروع القانون الذي سيعصف بمكتب وطني ومؤسسة عمومية قدمت الخدمات الاجتماعية للمواطنين وأمنت الماء في الحواضر وفي البوادي، كما أنها أمنت حماية الفرشاة عبر تبني أو يعني تبني يعني تدبير تطهير السائل. هذا القانون غادي يضرب في العمق ديالو كما قلنا المؤسسة العمومية والخدمة العمومية، سيضرب كذلك الحق المواطنين في الماء وهو حق دستوري وهو حق من حقوق الإنسان، وذلك بضرب الخدمة بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بتسليع الماء وكذلك للاحتجاج على الحقوق والمكتسبات ديال المستخدمين، خاصة وأن الحكومة أغلقت باب الحوار مع الجامعة التي تعتبر نقابة أكثر تمثيلية. لذلك هاد الناس جاوا للاحتجاج من أجل قول لا لهاد الشركات الجهوية، لا لضرب المؤسسة العمومية، لا لضرب المؤسسة الاجتماعية اللي هي المكتب الوطني للكهرباء المصالح للشرب، لا لتسليع الماء، لا لضرب الحقوق والمكتسبات ديال المواطنين. وهذه الوقفة الاحتجاجية من أجل مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون 83-21 من البرلمان وإخضاعه لنقاش عمومي يراعي فيه يعني كل الحساسيات داخل البلاد، حتى يتم واحد التوافق على واحد الصيغة ديال إعادة التوزيع ولا ديال إعادة هيكلة التوزيع. أما بهذه الصيغة اللي حاطها وزارة الداخلية اليوم والحكومة ديال أخ النوش فهو واحد المشروع اللي كيبين بأنه الغاية الوحيدة وهو خصوصة المكتب وخصوصة قطاع التوزيع وجعله رهينة بين لوبيات المال والأعمال. ما نقوم به اليوم هو وقفة احتجاجية ضمن مجموعة من الوقفات التي ابتدأت من يوم 18/4/2023 ضدا على مشروع قانون 83-21 الرامي إلى إحداث شركات جهوية تقوم شركات جهوية لتفكيك المكتب ولجعل الماء سلعة كباقي السلع وتنقيل مجموعة من الأشغلة إلى الشركات الجهوية. هذه الشركات الجهوية التي لا تراعي أدنى حقوق الموظفين أو الشغلة. اليوم نقوم بهذه الوقفة قلنا كما كان لها كما سبقتها وقفات أخرى بالرباط أمام البرلمان وبوجدة أمام المديرية الجهوية بوجدة المديرية الشرقية، واليوم بأكادير نأخذ إضرابا وطنيا لمدة يومين مع هذه الوقفة الرامية إلى تنوير الرأي العام لما يحاك ضده أو وهذا المشروع الذي صيغ على عجل وأريد له أن يكون هكذا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما نندد نقول لا لتفكيك المكتب، لا لتسليع الماء، لا لنقل الشغلة إلى الشركات الجهوية. نحن اليوم هنا بأكادير من أجل إبلاغ صوت الشغلة إلى كل الضمائر الحية، وننبه الإخوة والأخوات لخطورة الموقف، كما نحمل المسؤولية للإطارات الأخرى المتواجدة بالقطاع من أجل تحميل مسؤولية التاريخية لما يحاك لهذا المكتب. تحية ميدالية للنساء المائية.